السلام عليكم. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة، وهي أنا بعد ما بنزل نسخة، أو لو أنا منزل نسخة ويندوز ولقيت عندي في مشكلة في البرامج، في تعريفات مثلا وقع مني، عايز أعرف التعريفات من أول وجديد، في مشكلة عندي أي حاجة في التعريفات عموما بتاعت الويندوز، أعمل كده إزاي؟ هو اللي أنا بنزل برنامج اسمه درايفر بوستر. لو احنا دخلنا كده وكتبنا درايفر بوستر، هو ده درايفر بوستر. اخر نظام نزل جديد ليه هو النظام ال 12، على حسب النظام اللي احنا دخلناه هننزل نخش عليه، هو ده شكله. فبمجرد ان انا اقول له تنزيل هيبتدي ينزل معايا. ده بالنسبة للبرنامج درايفر بوستر. طيب ايه اللي بعمله بعد كده؟ ابتدي افتح معايا البرنامج واعمل له انستول. بعد ما يتم عملية الانستول بتاعته هيبتدي يفتح لي بالمنظر اللي قدامي ده. بعد كده يجي في مرحلة الاسكان واقول له اه اعمل اسكان للجهاز بتاعي وشوف لي هل في برامج عندي مش شغالة او حاجة زي كده، يبتدي يعمل لي سكان. طيب في الحاجات اللي بتطلع، طيب لقيت بالنسبة لي ان انا لو ظهر لي حاجات دي اجزاء البرو ماليش دعوه بيها، انا ليا دلوقتي بالاجزاء اللي هي العاديه مش النسخه البرو. لو لقيت لي حاجه مش تبع البرو هلاقي متعلم عليها علامات صح دايركت. فكل اللي انا هعمله هقول له ابديت ناو بالشكل ده كده. اول ما هتعمل لي ابديت ناو هلاقيه بيعمل لي شرطه كده وبيقول لي داونلودنج، بيداونلود الحاجه اللي المفروض نعمل لها إيه اللي احنا هننزلها، مثلا برنامج صوت، نت، الحاجات دي كلها. نبتدي اللي هو يعرفها لي تلقائي. بعد كده مرحلة الانستولينج، يبتدي يعمل انستول للحاجة دي او يثبتها على البرنامج. بعد كده اول ما انا بخلص حاجة زي كده بروح اعمل ايه، اروح قافل الجهاز خالص وافتحه تاني، يبتدي الدنيا بتاعتي تظبط. طيب هل انا بكتفي على الجزء ده بس؟ يعني انا بكتفي على درايفر بوستر بس؟ الصراحة ما ينفعش نكتفي عليه بس، لا. في حاجة عندي اسمها الران تايم. ايه هو الران تايم؟ الران تايم بالنسبة لي هو حاجة كده شبيهة للفيجوال والدوت نت والحاجات دي، متخصصة اكتر في اجزاء البرامج. لما البرنامج عندي في برامج كده ما يعرفش انزلها او اسطبها غير لما يكون في حاجات متنزله على الجهاز لازم تكون متنزله. لو الحاجه دي مش متنزله يبقى مش عارف اسطب الحاجه. طيب ايه هو ده بقى؟ هقول لكم عليه دلوقتي. هو ده الران تايم بالنسبه لي، هو ده هو الجزء ده. طيب لو انا عايز اجيبه او اسطبه بقى اعمل ايه؟ فبكتب على جوجل الران تايم ان اول او اول ان، هو ده. فباجي اخش عليه كده بالنسبه له اهو، هو بيفتح بنفس الشكل ده كده بالظبط. فببتدي اخش على صفحه الداونلود بتاعتي وابتدي احمل. تمام، يبقى هو ده بالنسبه لي بيعرف لي الحاجات دي كلها. بيعرف لي حاجه اسمها الدوت نت، الجافا ران تايم، الدايركت اكس، الحاجات دي كلها مفيده بالنسبه لي. بسطبها من هنا، الحاجات دي كلها مفيده بالنسبه لي اللي انا اعرف اشغل برامج معينه. فاهم؟ بضغط ضغطتين كده عليه ويبتدي يحمل قصادي، اسيبه لحد ما يحمل. كده البرنامج هيكون فتح معايا. بمجرد ان انا بقول له انستول يبتدي يسطب معايا الحاجة اللي موجودة كلها، وبكده يكون البرنامج بتاعي كرام تايم اشتغل وعمل كل حاجة. ده كله بلس بقى طبعا ان انا لما باجي انزل نسخة لحد مثلا لازم اتأكد ان مايكروسوفت اوفيس نازل، لازم اتأكد ان كروم، فايرفوكس، اللي هي البرامج العادية الأساسية اللي محتاجة إن أنا أكون منزلها لازم تكون نازلة. غير بقى لو هو عاوز برنامج معين لازم أنا أكون منزله أو حاجة زي كده. بس يعني هو ده الفكرة من أولها لآخرها.
طيب سؤال الفيديو بيقول لو انا ما عنديش درايفر بوستر او انا مش عارف احصل عليه، هل في بديل او في حاجات تانية بديلة؟ انا عايز الكل يدور ويعرفني ايه البرامج البديلة اللي ممكن انزل منها تعريفات للجهاز كله. بس شكرا.